خلونا نروح لحاجة إيجابية. الجهد اللي بتقوم بيه حملة كلنا معاك علشان نبنيها من أجل مصر لتأييد ترشيح الرئيس السيسي ومطالبته بالترشح لفترة رئاسية ثانية. الحملة نظمت مؤتمر جماهيري حضروا مجموعة كبيرة من نجوم المجتمع والشخصيات العامة، وكان بينهم الدكتور حسن راتب رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء. نروح نشوف التقرير ونرجع تاني. عقد حزب الشعب الجمهوري بحضور عدد من الوزراء والشخصيات العامة مؤتمراً لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية تحت شعار كلنا معاك من أجل مصر. أنا شايف إن هم عندهم مشروعات اللي موجودة هيسلطوا الضوء على المشروعات القومية اللي موجودة، هيتكلموا على ثورة تشريعية اللي تمت من خلال التشريعات موجودة، هتكلموا عن الانجازات اللي موجوده في ربوع مصر كلها، لان ممكن واحد شايف النهارده في صعيد مصر مش شايف اللي بيتم انجازه في بحري او في محافظات الوادي. اعتقد ان دي مرحله مهمه لينا كلنا، مرحله ان احنا نحافظ على مصر كلنا ونشوف المرحله الجايه هيبقى فيها ايه. احنا مساندين طبعا مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعالرغم ان احنا عارفين ان في مشاكل وفي عزوف وفي ناس بتبص لها بصه مختلفه، فده دورنا ان احنا نوجه الشباب والناس ونوريهم ايه الميزات اللي ممكن تحصل. رساله لشبابنا ولاولادنا ان الامن هو محور حياه الشعوب، واحنا دقنا مراره الانفلات الامني. اذا كنا بعد هذا الانفلات الامني نخوض حرب شرسه مع الإرهاب، وإذا نحن بحاجة إلى رجل أمن قومي. لازم الواحد يقول كلمة حق، لولا دعم القيادة السياسية المتمثلة في الرئيس السيسي في القرارات الجريئة اللي اتخذت في الفترة السابقة، وأنا يعني النهاردة متحدث عن ما بعد القرارات، فحصل طفرة. أنا راجع من واشنطن، جميع المؤسسات العالمية هناك بتشيد بالقرارات اللي اتخذتها مصر، بل بالعكس قالت ان اكتر جهة النهاردة جاذبة للاستثمار هي مصر. القرارات دي كانت عاوزة جرأة، عاوزة شخصية سياسية ما كانش بيبص لشعبيته ممكن تنخفض، هو بيبص لصالح الوطن. مقولة ان الفنان او لعيب الكرة او عموما الشخصيات المشاهير انها ما تقولش رأي، انا شايف انه مش عيب، واي حد تاني عايز يترشح يترشح برضو عادي، كل واحد ليه حق انه يقول رايه بمنتهى المصداقيه. وانا شايف ان سياده الرئيس عمل الفتره اللي فاتت كانت فتره صعبه جدا على في البلد كلها بنعاني منها، وهو عمل مشاريع كويسه، مشاريع قوميه نتيجتها مش هتبان غير الفتره اللي جايه على فكره، زي العاصمه الجديده والموضوع الغاز اللي هو ترسيم الحدود اللي اتعمل مع اوبر سليمان، وموضوع الغاز، موضوع قناه السويس. نوقش خلال المؤتمر عدد من الانجازات والتطورات التي حدثت في الفتره الرئاسيه السابقه سواء على المستوى الأمني أو السياسي أو الاقتصادي. سارة السعودي، 90 دقيقة، قناة المحور.